السلام عليكم صف أول. بعد عرض الصور التي عرضناها قبل قليل، لقد عرفنا ما هو حرفنا لهذا اليوم. إنه حرف الصاد. إنه حرف الصاد. سنتعلم يا أول اسمه وشكله وصوته. اسمه صاد وصوته إس. اسمه صاد وصوته إس. طيب يا أول، سنتعلم كيفية كتابته وكم له شكل، كم شكل له حرف الصاد. إذا اسمه صاد وصوته إس. أخذنا مسبقا يا أول حرف الضاد، وأخذنا أن حرف الضاد شوي أول بيختلف عن حرف الصاد اللي رح نأخذ اليوم. حرف الضاد شو عليه أول من فوق؟ عليه عراسه، عليه نقطة. بس حرف الصاد الذي سنأخذه اليوم لا يوجد عليه نقطة، ما عليه نقطة على رأسه. إذا اسمه صاد وصوته إس، وله شكلان كحرف الضاد، أول الكلمة وآخر الكلمة. أول الكلمة وآخر الكلمة له شكلان، أول الكلمة وآخر الكلمة، لكن إذا جاء في وسط الكلمة يكون موقعه زي ما أخذنا يا أول، زي ما كنا نأخذ بالصف. إذا اسمه صاد وصوته إس وله شكلان. سنتعلم كيفية كتابة حرف الصاد في أول الكلمة وفي آخر الكلمة. أول الكلمة هكذا، وآخر الكلمة هكذا يا أول. له إلو صحن يا أول، شايفين إلو صحن مثل حرف الضاد. بس طبعا شو اللي بيختلف؟ زي ما حكينا إنه حرف الضاد إلو على رأسه في نقطة، حرف الصاد ما عليه إشي. طيب يا أول، حرف الصاد لما يكون عليه المدود القصيرة اللي هم الحركات اللي بنعرفهم، فتحة ضمة كسرة. طيب لما نقرأهم يا أول، يلا كلكم معاي رح تقرأوا كلكم معاي. ص س ص. يلا يا أول، ص س ص. ص س ص. مد قصير نعرفهم يا أول، كنا نرددهم مع بعض بالصف. طيب مد المدود الطويل ونعرفهم من حروف المدود حروف المد الطويل، آ و إي. آ و إي. عندما يتصل حرف الصاد مع حروف المد الطويل، ص ص ص. ص ص ص. والمد القصير، س س ص. س س ص. طيب يا أول، تعرفنا إلى اسمه وشكله وصوته. اسمه صاد وشكله إس. اسمه صاد وصوته إس، وله شكلان، أول الكلمة وآخر الكلمة. سأقوم يا أول بتحليل الكلمات الموجودة في الكتاب. صفحة 60. صفاء وبطء وبصر وقفص. يلا. ص ص فاء صفاء صفاء. الكلمة الثانية، ب ص لون. ب ص لون بصل. الكلمة الثالثة، ق ف صن. كلكم يا أول رح تحللوا معاي، حتى ما تتفرجوا على تحليلي، بس بدي اياكم تختبروا حالكم وتشوفوا حالكم حللتوا زي ما انا حللت ولا لا. تختبروا انفسكم يا أول. الصفحة 61، بس قبل هيك في عنا هون يا أول صفحة 60 التدريب الثالث، أضع دائرة حول حرف الصاد. وصفحة 61 أعلى الصفحة، أضع دائرة حول الكلمات التي تحوي حرف الصاد. الكلمات يا أول، الكلمات اللي فيها حرف الصاد. التدريب الخامس، أحلل الكلمات أيضا إلى مقاطع. الكلمة الأولى، ص ر. طلع يا أول معاها مد طويل. الكلمة الثانية، عي صامن، عصام. الكلمة الثالثة، قر صن، قرص. طيب يا أول، التمرين السادس يتحدث إنه بدنا نركب من المقاطع كلمات. بدك يعني تقرأ السؤال يا أول، وزي ما تعلمنا وصرنا نعرف نقرأ،
ركب من المقاطع كلمات ثم الفظ. عندنا مقاطع بدي اركب منها كلمة. اول صابرون 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 صابرون. الكلمة الثانية صامدون صامدون صامدون. زي ما حكيت لك يا اول بدك صامدون تختبر حالك يا اول وتشوف انه زي حليت كتبت زي ما انا كتبت ولا لا. هون يا اول اخر الصفحة صفحة 61 القى عصام قصيدة جميلة سوف تقوم بالقراءة وكتابة الجملة مرة اخرى وتدريب على املائها. الصفحة الاخيرة عندنا اجرد الحرف بالفراغ بس التدريب الاول يتكلم عن انه امرر قلمي ثم الون. بدك تمرر قلمك على الخط على الخط المنقط بعدين تلون. التمرين الثاني اجرد الحرف بالفراغ يا اول اجرد الحرف بالفراغ يعني بدي املأ الفراغ بالشكل المناسب. حكينا يا اول اسمه صاد وشك واسمه صاد وصوته اس وله شكلان اول الكلمه واخر الكلمه. طيب يا اول الفراغ وين هذا الفراغ؟ اول الكلمه ولا وسطها؟ اول الكلمه. معناته ماذا ساضع الحرف المناسب الشكل المناسب اللي هو اول الكلمه. صالح صالح. الفراغ الكلمه الثانيه الفراغ اتى في وسط الكلمه وسط الكلمه. لا اضع هذه اول. لا خطا ساضع حرف الصاد في وسط الكلمه. احنا حكينا اول له شكلان حرف الصاد لكن اذا اتى حرف الصاد في وسط الكلمه يكون موقعه موقعه. ركز يا اول عصفور عصفور. الكلمه الاخيره يا اول الكلمه الاخيره قفص قفص. أين أتى الفراغ يا أول؟ أين أتى الفراغ؟ في آخر الكلمة. بالطبع سأقوم بكتابة الشكل هذا وهو الشكل المناسب. ستقومون يا أول بكتابة تمرينات حرف الصاد على الكتاب وإرسالها إلي وإرسالها لي يا أول. وسأقوم بتقييمكم. أكيد كلكم شطورين رح تقوموا بكتابتها ويعطيكم العافية.